السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة، بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز ملفات اللي نتابعها. تقييم المسؤولين، استمارات مليئة بالمعلومات وتعديل وزاري للمقصرين في الأداء. حرب الممرات البديلة بجوار العراق، محاولات وأد طريق التنمية وإقصاء الأهمية. حياكم الله. بعد إنجازها مرحلتين من التقييم الشامل للمدراء والوكلاء، تستمر حكومة الخدمة الوطنية بالعمل على إصلاح الهيكل لمؤسسات الدولة والوزارات كافة بلا استثناء وعلى مختلف المستويات. البقاء للأصلح هو عنوان هاي الخطوة الحكومية اللي تريد التخلص من الأذرع المتلكئة في المهام المكلفة بها. استمارات التقييم مليئة بالمعلومات وراح يتم تقاطعها مع كل البيانات اللي تؤشر لمستوى الأداء والخدمة المقدمة. أما في ملفنا الثاني من حصادنا في هذه الليلة للقوافل التجارية، ممرات ودروب شقت طريقها برا وبحرا لتمج سور التجارة الأولى ولتكون شواهد تاريخية لعلاقة الإنسان قديما بالبيع والشراء، غير أنها تحولت في آخر العقود لأسباب تذكي مسببات الصراع بين الأقطاب العالمية المتنافسة على هذه المسارات الحيوية، وآخرها ما أعلن في الهند وفي قمة مجموعة العشرين اللي دقت ركائز طريق البخور أساساته وبتحفيز أمريكي، وهو ما يعني اصطدام مؤجل مع طريق الحزام والطريق وطريق التنمية أيضا، وربما يذهب لأبعد من ذلك ويصادر أهمية هذه المسارات الاستراتيجية اللي تعد همزة الوصل بين الشرق والغرب. هذين الملفين راح نتابعهم ضمن حصادنا في هذه الليلة ونناقشهم مع ضيوفنا الكرام. تتفضلوا بقاء ويانا ومتابعتنا. حياكم الله مشاهدي الأحبة في هذا الملف، ورحب بضيفي الكريم الأستاذ ماجد الشويلي نائب رئيس مركز أفق للدراسات. حياك الله أستاذ ماجد، وكذلك أرحب بضيفي الكريم عبر سكايب الأستاذ أوراس الحمد السياسي المستقل ينضم معي من بغداد. حياكم الله ضيوفا كرام. أبدأ مع حضرتك أستاذ ماجد، لما نتحدث عن دفعة أولى وثانية من التغييرات اللي شملت مدراء عامين ووكلاء وثالث أيضا من المتوقع لها هذا الأسبوع، هذه الخطوات ما كانت موجودة بالحكومات السابقة، شنو الظروف اللي توفرت لحكومة الخدمة الوطنية حتى تستطيع التحرك بهذه الأريحية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم أستاذ أحمد ولضيفك الكريم والمشاهدين الأحبة. من أبرز يعني خصائص هذه الحكومة هي أنها انبثقت عن توافق وعن تراضي وعن رؤية مستقبلية، واللي سميت من أنها حكومة ائتلاف إدارة الدولة. يعني قضية تقييم الأداء الوظيفي وأداء عمل الوزارات وتقييم يعني المرحلة السابقة ومقايستها بالحاجة لتحقيق انطلاقة حيوية وفاعلة في الخدمة، هذه كلها كانت في إطار اتفاق بين الكتل السياسية وأيضا في داخل الإطار التنسيقي، بمعنى أنه ما كان لهذه الحكومة أن تنبثق وترى النور لولا أن هذه المسائل والحيثيات قد أشير إليها وتم الاتفاق عليها منذ البدء. ولذلك حتى البرنامج الحكومي صمم على أساس وجود إجراءات وحقيقة حقيقية في تغيير والقضاء أو معالجة التكلسات الوظيفية المتراكمة التي ورثتها هذه الحكومة من الحكومات السابقة، وهو إنجاز يعني كبير جدا واقعا.
ولكن أيضا اكتنفته بعض الظلامات، ولربما الآليات تحتاج إلى بعض التجذيب حقيقة حتى نخرج بصيغة أشمل وأكمل وأرفع، وممكن أن نؤسس على نجاحات. واقعا نحن صحيح الآن تم إجراء تغييرات مهمة وحركة المياه الراكدة في العمل الوظيفي، وبدأت تتخطى إلى مستويات مهمة طال هذا التقييم الوكلاء وحتى الوزراء، ولكن بذات الوقت سجلنا بعض الملاحظات على هذه الآلية، وحقيقة في هذه الآليات أو المؤاخذات على هذه الآلية ما فيه من المحاذير من أن الحالة قد تبقى على ما كانت عليه في بعض مفاصل الدولة. طيب، وجدت رحابي حضرتك أستاذ أوراس، يعني لما يتحدث الأستاذ ماجد الشويلي عن هذه التفاصيل، هنا نرجع للاتفاق السياسي اللي سبق هاي التغييرات منعا لمآلات الارتدادات. نتذكر سابقا كان الحديث عن الدرجات الخاصة يدور حول التصويت عليها في مجلس النواب وتثبيتها وضمان حقوقها وإلغاء إدارتها بالوكالة، ولكن يوم بدأ الحديث عن تغييرات وتغييرات فعلية ووجبات واحدة تلو الأخرى، الاتفاق السياسي راح يكون حازم وحاكم لجميع الكتل السياسية المشتركة بالعملية السياسية، بالتالي نشهد هذه التغييرات بصرامة، ما حد يطلع هذا الطرف يقول لك والله هذا استهداف سياسي وذاك يقول لك لأنه نزيه استهدفه. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وضيفك العزيز وقناتك الكريمة، حياكم. حقيقة السيد السوداني هو يعني في بداية تسنم مهمة إدارة الدولة وقرار الأول في الدولة، احنا لاحظنا انه هو جاي يريد يعيد تفعيل النظام الصحيح في العمليه السياسيه، في العمليه السلطه التنفيذيه وللعمليه السياسيه، وفك التشابك ايضا ما بين السلطتين التشريعيه والتنفيذيه. لكن يعني هاي حقيقه اريد اليوم نقولها، ولاول مره يمكن انا راح اقولها عن نفسي، انه الموضوع صار به خطابات اكثر مما هو فعلي. يعني على الواقع لأن أنا أقول لك شلون، كل استهداف دا يصير على كل شخصية، الضغط السياسي دا يكلمك السيد السوداني ودا يحرر الشخص اللي هو مذنب، ما علينا بالفساد. إحنا اليوم ما نريد نتحدث عن ملف الفساد اللي متهمين به أشخاص وتم استهدافه وتم إحالتهم من النزاهة، منهم اللي طلع ومنهم اللي موجود ودا يهدد، وأصلاً هو هدد العملية السياسية مثل صفقة القرن اللي صارت. مو صحيح هذا الموضوع، ما ننسى يعني هذا الموضوع، نموت هو بذاكرتنا. لكن اليوم هذا اللي راح يصير، الكتل السياسيه ما راح تبقى مكتوفه الايدي اتجاه حركه السيد السوداني في استئصال المدراء العامين او الوكلاء اللي منسوبين ومحسوبين الى الاحزاب او الى الكتل السياسيه. بالتالي هاي المناصب تم شرائها او تاجيرها، فما راح تكون اكو اريحيه للسيد السوداني انه يستهدف هذا الوكيل او يستهدف هذا الوزير. وهو قال وعرج عليها انه حتى لو اللجنه قيمت المدير الفلاني او الوكيل الفلاني وقالت انه هذا لا يصلح، ويجي الوزير يقول لا انا اريده، فهو راح يتحمل المسؤوليه، راح يدخل من ضمن درجات التقييم هو واللي دافع عنه. يعني المدير او الوكيل اللي دافع عنه، بالتالي حتى الوزراء راح يكونون في محل اتهام. زين، اذا هو الوزير نفسه جاي من حزب وجاي من ثقل سياسي، الموضوع يعني الموضوع احنا نطلع من زوبعه ندخل في زوبعه اخرى. العمليه السياسيه يا استاذ العزيز، انت مثل ما تلاحظ وشوف، يعني الورقه السياسيه هي اللي تتحكم في اداره الدوله، ورقه الاتفاق السياسي. هسه اقرب مثال عندنا كركوك، اللي صار بكركوك هذا اتفاق سياسي، بالتالي هاي المناصب هاي حصص احزاب وحصص تحالفات. يعني راح يسكت الحلبوسي من تجي تستهدف فد منصب وكيل في وزاره التربيه او وزاره مو ناس الاوراس، يعني حتى اذا هو مو هسه انا اتحفظ على كلمه استهداف، لو طلع التقييم للسين من الوكلاء او المدراء العامين تقييم لا يؤهله البقاء بالمنصب، طيب اذا طلع نفس الحزب يجيب شخص اخر بديل له، يعني شو المشكله؟ وهكذا هي يعني تاسست الدوله الحكومه. يعني احنا مفهوم التكنوقراط ومفهوم تنظيم المؤسسه
بآلية صحيحة وآلية من رحمها، يعني الشخص اللي يستلمها يجي من رحمها، طيب. يعرف بمعاناتها، يعرف بمشاكلها، يعرف شلون يدير ملفها زين. بالتالي أنا من راح أجيب شخص هم من راح أستأذنه، يا عيني يا مسؤول الحزب، يا رئيس التحالف، عندك هذا وليدك مو خوش ولد، انطيني بمكانه. نعم. زين، اللي راح يجيبه منو؟ واللي راح يجيبه شنو؟ غير اكو معايير تنقاس للشخص اللي يريد يدير مؤسسة، مو اكو فد مشاكل هسه. هسه هاي المعايير الاستاذ اورس، خلينا ننقلها للاستاذ ماجد، اكو عندنا هاي المعايير يتحدث عنها الاستاذ ال حمد، يعني استاذ ماجد، بالتالي انه يعني خلي يكون ابن المؤسسه وخلي يكون سمعته جيده ومعروف بالكفاءه، ومن نفس الحزب اللي يخرج السابق وياتي اللاحق. استاذ احمد، يعني هذا الوضع حقيقه وهذه الحيثيه معقده جدا، يعني لربما تستغرق حديثنا باكمله، وما ممكن أن يتخلص البلد من نظام المحاصصة اللي حقيقة امتد وهو سيال على أصغر جزء من مفاصل الدولة. لكن مع ذلك أن هناك أكفاء في الدولة وعند الأحزاب والتنظيمات ممكن أن يقدموهم إلى رئيس الوزراء وفق معايير الكفاءة والمهنية. لكن دعني أؤيد ما تفضل به أستاذ أوراس، واللي أنا ذكرت يعني في بداية حديثي، من أن ثمة ثغرات في هذه الآلية. من أهم الثغرات عندما يقول السيد رئيس الوزراء من أن لو اللجنة كانت قد أشرت على عدم كفاءة وأهلية المدير العام، ولكن الوزير كان قد ارتضاه، يؤخذ برأي الوزير. الآن يعني وكأنما وجود اللجنة أصبح عبثي. ودعني أشير إلى مسألة أخرى، لاحظ أنه عبثي لو تحمل المسؤولية أستاذ ماجد. لا يعني أستاذ أوراس يذهب إلى أنه الوزير راح يكون ضمن خانة التقييم والمحاسبة أيضا. أي لا بأس يعني الآن، لكن أقول فيما يتعلق بالمدراء العامين اللي ظهرت من عندهم يعني وجبة وجبتين، لاحظ تدري تم مو هذا أكبر دليل أستاذ ماجد على أنه لا يوجد استهداف شخصي لهذا. لا لا لا، أنا ما أقول استهداف لهذا المنصب. لا أبدا أبدا، ماكو هسه الاستهداف، الله أعلم بالنوايا. ما نتكلم عن نوايا، نتكلم عن آليات ومقررات واضحة ومنصوص عليها. لاحظ مثلا الآن تم التعاطي مع حقيقة، هم شنو شلون صنفوهم؟ البعض تم تدويره، البعض تم تكريمه، البعض من عندهم إقالته، والبعض من عندهم تم تنزيله، تنزيله على وفق مادة القانون 880 لسنة 1988، وهو المفروض الآن ما معمول لأن يتقاطع ويا المقررات الدستورية والقوانين الحديثة. يجب الرجوع إلى مجلس الدولة، يعني هاي العملية اللي أفهمها من حضرتك. إذا تلاحظ لا ممستهم الظلامة، عفوا أستاذ، مستهم الظلامة، لأنه حقيقة ألغيت مثلا من عندهم مخصصات كثيرة، وكان يفترض وفق مثلا على سبيل المثال اليوم وفق مثلا قواعد سلوك الوظيفية، أنه هذه إذا تريد تقيل الموظف اللي خاصة الدرجات الخاصة، الدرجات الخاصة هي يفترض أن تكون مسكنة، ولذلك ما يجرى عليها قانون 880 اللي بيه تعسف كبير. ولذلك هم ايضا كثير من المدراء العامين لاحق بس على الدرجات العشره الوظيفيه، مو الدرجات الخاصه اتصور اذا لم تكن هناك لائحه. ولكن هنا استاذ ماجد، يعني لما كل هذه الاليه، هل هي مقدمه لما الحكومه راح تعطي اريحيه في ترتيب او تطبيق برنامجها الحكومي، خاصه مع اطلاق الاموال للوزارات، توفير أدوات بديلة ناجحة للجهاز التنفيذي؟ إحنا عندنا موازنة، وموازنة 4 سنوات، باشر أمام خليل شخص ما نقول فاسد وأنما مقصر بالأداء، بالتالي إيش راح يسوي له بهاي الأموال اللي راح يستلمها؟ هذه هل كانت هي مقدمة لوضع الشخص المناسب بالمكان الصحيح، وبالتالي الأموال أيضا توضع في مواردها الصحيحة؟ أنا أستفت من أنها كانت ضرورية حقيقة، فعلا مقدمة ضرورية لانطلاقة جديدة تتناسب مع هذه التحولات الكبرى، يعني ومع ما هو مرسوم إليه للبلد وما رسمته الحكومة من نهضة، وهذه ضرورة لا مناص منها. لكن إذا أردنا أن نؤشر إلى بعض المؤاخذات يعني والملاحظات حول بعض الآلية، وهذه ممكن مراجعتها، ممكن حقيقة معالجتها، لأنه إحنا لا نريد كثير من الشخصيات لربما يظلمهم التقييم من جهة الوزير، أو لربما يظلمهم التقييم من جهة اللجنة المشكلة. هنا لو راجعنا الآلية، هذا أتفق مع جنابك الكريم، نحن وفق هذه المعطيات وحاجة البلد إلى انطلاقة حقيقية بالخدمات، وإحنا بدينا حقيقة نتلمس بواكيرها واضحة جدا، هذا للإنصاف.
وخاصة مع يعني وجود موازنة، موازنة تتناسب مع حجم الطموح والبرنامج الحكومي. نعم نتفق بذلك، ولكن ليس من الصحيح حقيقة أن ربما نغبن كثير من الطاقات اللي كان ممكن أن تواكبنا بهذه المسيرة اللي إحنا نحتاج فيها إلى خبراتهم، نحتاج فيها إلى حضورهم الفاعل في سبيل إيجاد كيفية جديدة لخدمة أو تقديم الخدمات الضرورية. إذا رحنا لمجلس النواب أستاذ أوراس، يعني هل هو معني أيضا بتكثيف دور الرقابة على السلطة التنفيذية حتى على الأقل تقدير تلتقي جهود التقييم اللي كانت في عمل اللجنة مع رقابة البرلمان، وبالتالي نبحث عن العملية التكاملية في مؤسسات الدولة خصوصا التشريعية والتنفيذية؟ والله أنا العفو إذا أتحدث عن السلطة التشريعية ممكن راح أجرح، لأن السلطة التشريعية وأغلب اللجان النيابية اللي موجودة يعني هم اللي دا يصنعون ودا ينطون أوردرات للفساد داخل مؤسسات الدولة، وهذا الكلام أنا أحكيه وأتحمل مسؤوليته. أغلب أعضاء مجلس النواب ما يعمل بدور رقابي بل يعمل بدور ابتزازي إن صح التعبير. مو يعني أكو رئاسة لمجلس النواب، أكو رئيس لمجلس النواب، وين دور رئيس مجلس النواب؟ رئيس مجلس النواب مو كل شيء يوصله. يعني أنا بلجنة التربية والتعليم مثلا، وأروح عندي ملف مثلا على مدير عام سين، واروح افتح الملف مالته واقول له هذا الملف مالتك راح افتحه بلجنة التربيه والتعليم النيابيه واصح التقرير السيد رئيس مجلس النواب، وانت لازم تتحاسب وتتعاقب وهذا الملف يحال، وايضا الى لجنه النزاهه احول التقرير نسخه منه زين. وبالمقابل انا عندي شروط يمك واحميك من هذا الموضوع، لو تسوي لي هاي لو فليش اقول لك؟ يعني مجلس النواب واعضاء مجلس النواب ما عندهم، يعني اغلبهم 80% منهم ما عندهم يعني آلية حقيقية لممارسة دورهم الحقيقي. جزء منهم يعمل معقد معاملات، جزء منهم يتدخل بمشاريع الدولة والمشاريع اللي تصرفها الدولة والمحافظين، وجزء منهم قاعد يعني راكب ورا الدرجات الخاصة وقاعد ورا الوزارات و24 ساعة جاب التواقيع ومكاتبهم تحيلها، يعني تحيل هاي التواقيع إلى المواطنين بفلوس. زين استاذ ماجد، يعني هنا أنا ايضا اتحدث عن اداه الضبط لعمل مجلس النواب، يعني اذا ما يتفضل الاستاذ اوراس بهذه التفاصيل، يعني قسم اعضاء مجلس النواب الى عده اجزاء، وبالتالي اذا ذهبنا الى نظام داخل مجلس النواب، رئاسه مجلس النواب، رئيس مجلس النواب، هل ان الانشغال الحزبي بالانتخابات وغيرها من هذه المسائل يشغله عن ممارسه دوره الحقيقي كرئيس مجلس النواب؟ الآن ولو يعني صار عندنا تحول في سياق حديثنا، لكن لا بأس بالإجابة عليه قطعا ويقينا، أنه مجلس النواب هو متشكل يعني من خلال ومنبثق من خلال تشكيلات ومنظمات وحركات سياسية، هذا قطعا ويقينا ينشغلون في هذه التفاصيل. لكن أنا عندي أن عرفت مجلس نواب أكو ممثلين للشعب، دورهم رقابي بالدرجة الأساس بالإضافة إلى الدور التشريعي. بس نتحدث عن الجزئية الرقابية، ليش ينشغلون عنها؟ ليش تحول هذا الدور الرقابي إلى دور ابتزازي مثل ما تفضل السيد؟ ما إحنا حقيقة هذه حالات لربما محدودة، لكن للأمانة أيضا هناك منجزات كبرى حققها مجلس النواب، وهناك يعني دور رقابي واعد في الحقيقة. يعني مثل اليوم اللي قام به على سبيل المثال وليس دعاية لشخص، قاموا به أستاذ سعود الساعدي من استحصال قرار في إلغاء اتفاقية خور عبد الله، هذا شلون هذا دور رقابي؟ لكن أقول من أنه من الطبيعي جدا بحكم أنه كل الأعضاء هم جايين عن طريق أحزاب ومنظمات سياسية ينشغلون في هذا الوقت وفي هذا الموسم على وجه التحديد. أما الدور الرقابي فهو يعني يضع حقيقة هامش كبير جدا لرئيس السلطة. ليش؟ لأن قلنا من أن أداء رئيس السلطة التنفيذية محكوم للاتفاق السياسي. الاتفاق السياسي لا يمكن لأعضاء مجلس النواب اختراق هذا الاتفاق السياسي، خلينا نكون صريحين. ومن هنا أن رئيس الحكومة الحالية يتمتع بأريحية كبيرة جدا تمكنه من تنفيذ وتطبيق برنامجه الحكومي، خاصة وأنه يتم كل فترة يتم تفعيل هذا الاتفاق
وهناك مراجعة بحسب ما يعني اطلاعنا ومتابعتنا، هناك مراجعة وهناك مداولة بين رئيس السلطة وقيادات طيب. هذه الأحزاب اللي عندها ممثلين في داخل مجلس النواب. طيب يعني في هيك حالة راح نخلي اللوم الأكبر على الوزراء اللي من الممكن أن يقطعوا هذا القرار، قرارات اللجنة بغياب الدور الرقابي أو ضعف الدور الرقابي. راح تصل الخطوات الحكومية أستاذ أوراس بتغيير هذه الدرجات إلى التغيير في الوزراء، بالتالي راح يكون أكو تغيير فعلي بالوزراء لو نكتفي فقط بتصحيح المسارات والإنذارات وما شاكل في العمل التنفيذي. هذا الموضوع يعني هو ما راح الوزير ما راح يدخل ضمن قانون موظفي الدولة البسطاء اللي هم الموظفين اللي مو أصحاب قرار. هذا وزير يعني لازم تنوضع على آلية، لازم يعرف صلاحياته، لازم يعرف ممارساته. احنا نعرف انه اكو وزارات تقاد من قبل وكلاء، لان هذا الوكيل نافذ من هذا الحزب والوزير ما تخاف منه. يعني هو هنا هم نحتاج السيستم الوزاري انه يتنظم بطريقة آلية ويدعم من رئيس الحكومة. يعني احنا نرجع ونقول رئيس الحكومة ليش؟ لان هو رئيس الحكومة اجى من رحم قوة يعني واحدة فردية، هو هي اللي اسست نظام الدولة الحالية، هو هي اللي اخذت اريحية في تأسيس البرنامج الحكومي وفي طرحه داخل مجلس النواب. بالتالي انه الوزراء، انا عندي معلومة انه 5 وزراء مؤهلين للاستبدال للتغيير، واللي ذكرهم الوكلاء 15 وكيل السيد رئيس الحكومة. بالتالي انه هذا ممكن راح ينتصعق الى المؤسسات التنفيذية والى الوزارات والوزراء انه يباشرون في تطبيق برنامجهم فعليا يعني داخل الميدان. هسه احنا اللي نشوفه وزير الداخلية، وزير الدفاع، وزير التعليم، مكتب الإعلامي قوي داخل الوزارة، هم ذول اللي نشوفهم نشطين، وزير التربية في بعض القرارات اللي دا يطرحها. لكن اكو وزارات مغيبة عن الإنجاز، مغيبة عن الإعلام، مغيبة عن التواجد، مغيبة عن تقديم الخدمة. وهذا الشيء ما يتحمل الوزير وحده. هذا الشيء اكو قراءة برنامج حكومي داخل مجلس النواب، قراءها رئيس الحكومة. نعم. لهذا السبب صاحب القرار ألف داخل العراق هو اللي لازم يعطي التقييم الحقيقي، يبتعد عن الضغوطات السياسية ويجمد قرارات الكتل السياسية اللي دا تنفرض دائما على الحكومة. نعم. وهو بالتالي أخذ موازنة في التجارة، استلم موازنة من الحكومة السابقة انفجارية وممكن يعني أهله ينجح. لكن إذا نرجع إلى موضوع الموازنة، هي الموازنة اللي هسه تم التصويت عليها، هي تم العمل بها، أيضا صارت فيها طعون وأيضا صارت فيها مخالفات، وأيضا الوزير مكلبش وده يقول لك إنه أنا لحد الآن ما أقدر أعرف إن الموازنة وين دخلت لي وين وصلت لي، وإحنا مقبلين على مشكلة ممكن تصير أخرى، حضرت جوال، أكو فد مشكلة تصير دولية. بس لو نرجع لموضوع كورونا، بالتالي هاي المؤسسات لازم ايضا تهيئ نفسها. احنا خاما ندخل بوباء وبالتالي هاي الاموال تصرف وماكو اي انجاز حكومي وماكو اي انجاز في مؤسسات الدوله، وراح نرجع يا قالت السلطه التشريعيه يا قالت السلطه التنفيذيه. وما بالاخير انه خلي الكتل السياسيه مثل ما طرحت ورقه التفاوض الحكومي وورقه التفاوض السياسي، خلي تعطي مساحه لرئيس الحكومه حتى هو يتحمل مسؤوليه برنامجه. يعني ما يصير انه الرجل خلص علينا بس خطابات، يعني ماكو انجاز، ماكو لحد الان لا تم القاء القبض على متهم وعرفنا شنو النتائج، طلع لازم فلوس وعلى يمينه ويساره وقال هاي الفلوس مال الصفقات ومال الفساد. لكن الفاسدين احرار سبب طيب بسبب انه الفاسدين اتفاق رايك مع استاذ اوراس استاذ ماجد الشويلي، يعني هل ان هذه الحكومه يعني الحكومه السابقه وصفت بانها حكومه فيسبوكيه، هذه الحكومه لما كانت حكومه خدمه وطنيه، هل انجزت جزء ما عليها ام انها كانت مثل ما يتفضل السيد اوراس على الحمد؟ لا طبعا ملف الفساد مفصول عن ملف الخدمه، لربما هي على صعيد ملف الخدمات لا واضح جدا. اليوم ابسط انجاز، ولذلك احنا لابد انه ولا تبخسوا الناس اشياءهم، ابسط انجاز يمكن اللي يسير بشوارع بغداد والمشاريع التي
وقع عليها من أجل فك الاختناقات وغير ذلك. على المستوى الخدمي هناك إنجاز ملحوظ، ولربما افتقرت له الحكومات السابقة. نعم، على مستوى ملف معالجة ومكافحة الفساد اليوم كثير من السراق وناهبي أموال الدولة تم استعادتهم. اليوم مجلس القضاء الأعلى يمارس دوره بشكل جيد، نسبيا هناك إنجاز. نعم، لا زال حيتان الفساد الكبار لديهم مظلة سياسية، ليس بمقدور رئيس السلطة لوحده ودفعة واحدة أن يقضي على هذا الملف. نعم، لربما نحتاج إلى التدرج شيئا فشيء. نعم، وهذا هو الإنصاف يقتضي هكذا. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ ماجد الشويلي نائب رئيس مركز أفق للدراسات، أثريت الحوار في هذا الملف ضيفا كريما في الاستوديو وعبر سكايب. شكرا جزيلا لحضرتك الأستاذ أوراس الحمد السياسي المستقل، حدثتنا من بغداد، ونتواصل وإياكم مشاهدي الأحبة بعد الفاصل نتابع. حرب الممرات البديلة بجوار العراق، محاولات وأد طريق التنمية وإقصاء الأهمية. حياكم الله مجددا ضيوفا كراما في الاستوديو، الدكتور عبد الرحمن المشهداني الاكاديمي والخبير الاقتصادي، والدكتور هيثم الخزعلي المحلل السياسي والخبير الحضري والاقليمي. حياكم الله ضيوفا كرام. لماذا لم يدعى العراق دكتور عبد الرحمن لقمه مجموعه العشرين في نيودلهي؟ يعني مع العلم ان الدعوه وجهت لاربعه بلدان عربيه، السعوديه، مصر، الامارات، سلطنه عمان، رغم قربه من هذا الطريق. شكرا جزيلا، تحياتي لحضرتك استاذنا العزيز والى الضيف الكريم والى كل المشاهدين الاكارم. انا اعتقد انه مجموعه العشرين الدعوات تمت الى الاقتصادات القريبه، حجومها قريبه من الدول اللي هي في مجموعه العشرين. السعوديه هي واحده من مجموعه العشرين، ومصر يعني كانت مدعوه هي مع، والامارات ضمن مجموعه بريكس. الحقيقة الطريق اللي نتحدث عنه العراق مو بمحور هذا الطريق، يعني ربما هي هذه من نقاط الاستغراب انه لماذا لم يمر على العراق هذا الطريق. انا اعتقد ان الموضوع كان سياسي اكثر مما هو اقتصادي، يعني وحتى من نناقش التفاصيل الدقيقة للمشروع اجد انه دوافع سياسية اكثر مما هي اقتصادية، فلا تستغرب اذ ما لم يدعى العراق الى مثل هذا التجمع. طيب دكتور هيثم حياك الله مجددا، لما تحدث عن الحضور العربي في هذه القمة كان حضور لافت لما أربع دول تدعى بهذا الحجم، ويرى الدكتور عبد الرحمن المشهداني بأن العامل المشترك هو القرب الاقتصادي. هذا الحضور العربي هل هو إدراك للأهمية أم سحبها نحو تحيزات دولية؟ ابتداء أرحب بك وبضيفك الكريم الأستاذ الدكتور عبد الرحمن، حياكم، وبجمهوركم الكريم. الحقيقة أن هذا المشروع هو توظيف للاقتصاد لخدمة الملفات السياسية في المنطقة، ومن هذا المشروع تحاول الولايات المتحدة تحقيق مجموعة من الأهداف. من هذه الأهداف استثمار نوع التنافس والتوتر القليل بين الصين والهند، الجار، والمفترض أن يكون الهند والصين كلاهما في مجموعة بريكس بعقد قمة العشرين في نيودلهي، وعدم قدوم الصين هو إيجاد حالة من العزلة وحالة من تصعيد التنافس بين الهند والصين في هذا الملف، وإبعاد الهند عن بريكس أولا، وثانيا موضوع جذب الدول العربية المهمة التي ذهبت باتفاقات مع الصين ومحاولة الانخراط في طريق الحرير. فالولايات المتحدة تريد أن توجد بديلا للصين، وهي تقترح أن تكون الهند بديل عبر تأسيس
سكك حديد تربط الدول العربية وتربط الصين، وتذهب هذه الخطوط باتجاه أوروبا، ومشروعها ربما يكون طموح بشكل أكبر، حيث أنه يريد أن يوجد أحزمة رقمية وطرق خضراء بالإضافة إلى موضوع السكك الحديد. وأعتقد أنه يقترح أن تكون حالة من التطويع بين الدول العربية والكيان الصهيوني في هذا الموضوع عبر بوابة الاقتصاد. طيب، واحدة من مقررات هذه القمة دكتور عبد الرحمن هي مشروع الربط من الهند مرورا بالسعودية وصولا للغرب. هذا الموضوع صادر من قراءة اقتصادية للأهمية، له محاولة أمريكية لقطع اتصال دول الخليج مع بكين، وحضرتك أشرت في إجابة سابقة أن الموضوع هو سياسي، نحاول أن نمسك الجنب الاقتصادية. هو الحقيقة أنا اطلعت على تفاصيل، يعني على خرائط المشروع، لا أجد هناك جدوى اقتصادية ممكن أن تميز المشروع عن قناة السويس أو عن طريق التنمية، يعني هذه الطريقين اللي هي يعني ممكن أن يكون هذا منافس لها، لأنه بالحقيقة مثلا طريق التنمية يقصر المسافة بين الميناء في باكستان وميناء أمستردام في هولندا 15 يوم تقريبا، وعن قناة السويس طبعا هنا نتحدث، وميناء الفاو هو نقطة نهائية باتجاه الربط السككي مع أوروبا، يعني البواخر تأتي إلى ميناء الفاو وتفرغ شحناتها، تحملها القطارات تذهب مباشرة إلى أوروبا عبر تركيا. هذا الطريق المشكلة راح تأتي من الموانئ الهندية إلى مسقط في عمان، تفرغ يعني حمولاتها، يحتاج يوم حتى تفرغ حمولاتها، يوم حتى تحمل على القطارات، وفق تقديراتي إن يوم واحد راح القطار ينقلها باتجاه حيفا، وثم بعد ذلك تفرغ بيوم وتشحن في يوم، تصل بعد ذلك تنتقل عبر البحر إلى الموانئ اليونانية، وأيضا يعاد تفريغ الحمولات وتحميلها عبر السيارات الشاحنات الكبيرة. فهذا الموضوع ربما راح يضيف لنا بحدود 8 أيام إلى 9 أيام بين التحميل وبين التفريغ، فبالتالي راح تكون الأولوية اقتصاديا، لأنه هذه كلها تكاليف، أولا التأخير وتكاليف التحميل وتكاليف التفريغ، فلا يفقد طريق التنمية أهميته وامتيازه ولا قناة السويس. وبالتالي أنا أعتقد أنه ليش أنا أطلقت عليه المشروع سياسي، الهدف منه كان الضغط على الصين بالدرجة الأساس، وسحب الهند مثل ما أشار دكتور هيثم، سحب الهند من التكتل بريكس، والدليل على ذلك أنه غياب الرئيس الصيني اللي كان حقيقة مثار استفهام بعدم حضوره إلى هذا الملتقى السنوي اللي كانت الصين حريصة أن تكون به. فأنا أعتقد أن الجنب الاقتصادية لهذا الموضوع يعني ما كانت واضحة جدا، وما بني المشروع على أساس دراسات جدوى، لم نسمع بهذا المشروع قبل أن يطرح في قمة العشرين أبدا، لا دراسات باحثين ولا دراسات مراكز بحوث، ولا أعلنت عن الدول المعنية بالأمر، لا دول الخليج ولا الهند ولا الولايات المتحدة الأمريكية أنه في النية إقامة مثل هذا الطريق. بالتالي أنا أعتقد أنه هذا كان من المفاجآت اللي ربما تكون غير مدروسة بشكل جيد. نعم. طيب، لما يقلل دكتور عبد الرحمن من أهمية هذا الطريق وعدم تأثيره على طريق التنمية، دكتور هيثم، شو راح تقابل الصين وروسيا هذا الالتفاف حول طرقها الاستراتيجية؟ الحقيقة ما تفضل به أستاذنا دكتور عبد الرحمن هو أمر مهم جدا، لأن هذا الطريق فعلا لا يمتلك جدوى اقتصادية، وسابقا كان مطروح أن يكون هناك بديل لطريق التنمية يمر عبر سواحل دول الخليج ثم ينتقل من الإمارات والعربية السعودية والشام، ولكن الطريق سوف يكون أطول من طريق التنمية بكثير، وسوف يمر بعدة دول، وسوف تكون هناك عمليات شحن وتفريغ كما ذكر دكتور عبد الرحمن، بينما طريق التنمية يمر في حدود دولة واحدة من الفاو إلى شمال العراق ثم عبر تركيا إلى أوروبا، وهو طريق بري من يعني من الفاو إلى أوروبا، ويمر بسكك برية ولا يحتاج إلى عملية شحن وتفريغ، ولا يحتاج إلا التحاق دول الخليج وارتباطه به من جهة الجنوب، كيحقق عملية ربط بين أوروبا وبين هذه
الدول بأقل التكاليف وبأقصر وقت. فالمشروع أعتقد أن الصين لا تعتبره تهديدا، وحتى لو تمكنت الولايات المتحدة من إنشاء خطوط سكك، وهناك نية للدول العربية في الخليج أن تقوم بإنشاء خطوط سكك على كل حال، سواء بمساعدة الصين أو بمساعدة الولايات المتحدة أو بمساعدة الهند. وهذه خطوط السكك ممكن أن ترتبط بطريق الحرير الصيني، وممكن أن ترتبط بطريق التنمية العراقي، وممكن أن ترتبط بالمحور الهندي. أعتقد أنه عملية الربط النهائي سوف تخضع لدراسات جدوى تفضل مصالح هذه الدول وتفضل مصالح أصحاب التجارات التي تمر بهذه الطرق. طيب، يعني نستطيع أن نقول بأن طريق البخور الجديد ما راح يأثر على طريق التنمية، ولا راح يحجم من دوره كرابط بين الشرق والغرب، بالإضافة إلى ما نوهت عنه لربما سيكون هنالك ترابط بين الطريقين وعملية تخادم. ممكن أن يكون تخادم من دول الخليج، وإذا حدث أي ارتباط لدول الخليج بطريق التنمية فأعتقد أن المسار الأعظم سوف يكون من دول الخليج باتجاه طريق التنمية. أما طريق الهند عبر دول الخليج وبلاد الشام فأوروبا، ربما إذا كان هناك ضغط على طرق التجارة وازدادت حجم التجارة الدولية كما هو متوقع أن تكون هناك عدة منافذ، وحتى الصين أخذت هذا الأمر بالاعتبار وهي بنت عدة مسارات في طريق الحرير، وبعضها يمر حتى حول القرن الأفريقي ويمر من قناة السويس، ولا توجد مشكلة لأنها تحسب حجم التجارة. ولكن ربط هذا الطريق بالهند، الهند لا تستطيع منافسة الصين بالجانب الصناعي، لأنها برغم من وجود وفرة بالأيدي العاملة قد تكون جاذبة لظاهرة هروب المصانع ودخولها إلى الهند، لكن الهند لا تمتلك بنى تحتية تعمل على خفض التكاليف في العملية الإنتاجية، في حين الصين تمتلك بنية تحتية متقدمة جدا وتخفض تكاليف الشركات، لذلك نشاهد حالة هروب المصانع والشركات إلى داخل الصين واستثمار في داخل الصين. طيب، كما أن الصين متقدمة من الناحية الصناعية قياسا بالهند، فلا أعتقد أن هذا الطريق وارتباطي بالهند سوف يكون موازي أو منافس لارتباط أوروبا بالصين وحاجتها للسلع والخدمات الصينية. دكتور عبد الرحمن، ماذا عن بغداد؟ هل راح تتعرض إلى ضغوط لسحبها من طريق التنمية نحو طريق البخور، أو بالعكس ربما تكون هذه الضغوط راح تبقيها على حالها عند خيار التنمية؟ هو حقيقة طريق التنمية مشروع عراقي، يعني لا علاقة له، عندما أطلقت الحكومة ما كانت الفكرة الأساسية لبناء مشروع طريق التنمية أنه هذا سيكون جزء من طريق الحرير أو جزء من طريق الحرير الهندي أو غير ذلك. الحقيقة المشروع مشروع عراقي، الهدف الأساسي منه ربط الجنوب العراقي بالشمال وعن طريق إقليم عن طريق تركيا. وحتى يا سيدي العزيز انه ميناء الفاو حتى عند ما يكتمل بناءه بمراحل الثلاثه، ترى 60% من قدره الميناء هي مخصصه لسد حاجه السوق المحليه العراقيه، وال40% ممكن ان تسهم بنقل التجاره. المشكله الكبيره، او مو المشكله يعني الميزه الكبيره لمشروع طريق التنميه، انه عند ما تم اعلانه واعلان مساراته وطريقه الربط والتنفيذ انه سيكون قطار كهربائي سريع وطريق بري مزدوج لكلا الاثنين سواء للبري او للسكك الحديديه، اجبر الاخرين ان يعدلون خرائطهم. لو تعود وتطلع على خرائط طريق التنميه، طريق الحرير عفوا، او الحزام الطريق، تجد انه كل الخرائط التي رسمت قبل الاعلان عن طريق التنميه لا تمر بالعراق، واقرب منطقه يمر بها، يعني احنا من تكون الخارطه صغيره نعتقد انه يمر بشمال العراق، لكن عندما تكبر الخارطه يتبعد عن الحدود العراقيه بحوالي 160 كيلومتر بالاراضي التركيه. لكن بعد الاعلان وبعد لقاء السيد رئيس الوزراء مع السفير الصيني في بغداد، تم تعديل الخرائط من قبل الخارجيه الصينيه واصبح يمر بالفاو. فهذا مكسب كبير، لأن المشروع مشروع عراقي أجبر الآخرين أن يتعاملوا، لأنه حسبوا مثل ما كنا نتحدث قبل قليل أنه هذا الطريق أولا مثل ما أشار دكتور هيثم حجم التجارة العالمية في تزايد كبير. الآن حجم التجارة العالمية تقدر ب 33 تريليون، 12% فقط منها تمر عبر قناة السويس،
طبعا مع قادم الأيام، مع زيادة السكان، مع متغيرات الذوق العام، متطلبات الدول، ستزداد حجم التجارة المطلوبة بين الشرق والغرب مثل ما تطمح لها الصين وأوروبا. فقد لا تكفي قناة السويس لتمرير هذه التجارة باتجاه أوروبا، فلذلك نتوقع أنه طريق التنمية سيكون له دور كبير. أنا تقديراتي كانت أنه إذا أخذنا من الـ 12% 1%، فمعناتها أنه تمر تجارة بحدود الـ 4 مليار دولار تمر عبر العراق، وهو رقم ليس بالسهل. يعني إحنا ذا تحدث عن 1% فقط إذا مرت عن طريق العراق. توقعاتنا أنه لا، مو أقل من 10% راح تمر عن طريق العراق مع قادم الأيام من حصة قناة السويس، أو مع من الزيادة التي ستحصل في حجم التجارة العالمية. وهذا سيجبر الآخرين بحكم أنه الطريق قصير، يعني 1800 كيلو، وهو سيرتبط مع سكة الحديد التركية الأوروبية ومع طرق النقل البري التركية الأوروبية والانسيابية. وبالمناسبة حتى لو ردنا نقارن ذلك مع دول الجوار، يعني دكتور هيثم جزاء الله ألف خير تحدث عن بعد المسافة بين المسقط وبين حيفا، ضعف المسافة تقريبا بين الفاو وبين تركيا، حدود التركية. حتى مع إيران الطريق التنمية أقصر من طريق بندر عباس الحدود التركية بنفس النقطة اللي يلتقي بها الطريق العراقي بحوالي 1500 أو 1800 كيلومتر. وطبيعة الأرض تختلف، العراق أرض انسيابية سيكون المرور بها سهل، بينما في الأراضي الإيرانية والأراضي التركية سيكون جبلية وهناك عراقيل ممكن تصادف عملية الشحن والنقل. فلذلك يبقى يمتلك الميزة النسبية، توقعاتي أنا، وربما أكون مخطئ، لكن أعتقد أنه سيبقى يمتلك ميزة نسبية. متخصص. نعم. يعني ما يتفضل الدكتور المشهداني بأن طريق التنمية هو الأفضل والأقل تكلفة، هنا دكتور هيثم راح تسحب أو تسحب هذه الأفضلية، تسحب الدول نحو هذا الطريق، أم الأقطاب السياسية راح تلعب دور أكبر في تحديد التوجه؟ طبعا أعتقد أنه أصحاب الشركات وأصحاب رؤوس الأموال عادة يذهبون نحو الكلفة المنخفضة، وطريق التنمية ما زال يمتلك الميزة النسبية. حتى الربط السابق الذي كان بين إيران وبين تركيا وما تفضل به الدكتور المشهداني دقيق جدا، العراق أقصر بالمسافة، وكلفة مد السكك الحديد في مناطق جبلية تختلف عن المناطق السهلية الموجودة في العراق، إضافة إلى أنه وصول البضائع إلى ميناء الفاو يوفر أكثر من 500 كيلو نقل بحري، والنقل البحري أرخص من النقل البري، وبالتالي انخفاض في تكاليف السلع التي تنزل في ميناء الفاو عنها فيما لو نزلت في بندر عباس أو في ميناء جبل علي. بالتالي أعتقد أنه يبقى طريق التنمية يحقق الميزة النسبية التي يمكن أن تمنح العراق تفوق في ممرات التجارة العالمية في قادم الأيام. طيب دكتور هيثم، يعني ما أشار إليه في قناة السويس الدكتور المشهداني، راح تصل تأثيرات طريق البخور إلى التقليل من أهمية قناة السويس؟ طبعا لا أعتقد أنه موضوع يعني طريق ما اصطلحت عليه بطريق البخور أو طريق الحريق الهندي ممكن أن يقلل بنسب كبيرة من قناة السويس، لأن قناة السويس هي ممرات النقل البحري، والنقل البحري يكون أرخص بعلوم النقل من النقل البري، إضافة إلى أنه مسارات قناة السويس كلها بحرية ولا تحتاج إلى تفريغ في موانئ والشحن مرة أخرى، بينما المقترح بطريق الهند هو به ممرات بحرية وبه ممرات برية وسكك حديد ومرور بمناطق شاسعة وجزء منها صحراوية. عملية التخطيط لبناء سكك حديد بها قد تواجه صعوبات، سواء صعوبات جغرافية أو صعوبات بيئية، إضافة إلى أنه لا أعتقد أن هناك حجم تجارة كبير يستوجب تحمل هكذا تكاليف، وما الذي يمكن أن تنقله من الهند إلى أوروبا وممكن أن تنقله من أوروبا إلى الهند بالمقابل. شكرا جزيلا في الصين الموضوع بالعكس، توجد مصنع العالم في الصين. شكرا جزيلا دكتور هيثم الخزعلي المحلل السياسي ضيفا كريما في الاستوديو، وكذلك الدكتور عبد الرحمن المشهداني الاكاديمي والخبير الاقتصادي، ضيوفا اكارم اثريتما الحوار في هذا الملف. مشاهدي الاحبه، شكري لكم موصول، في امان الله.